فبعيد شوي عن القرية اللي أنا ساكن فيها. يقول على الطريق وأنا رايح أشتري الكشافات هذه، إلا أحصل شخص قاعد يأشر لي يبغاني أوصله قدام. يقول أنا من حسن نية لفيت عن الطريق العام ونزلت على الطريق هذا المكسر شوي. مرحبا يا عم، حياك الله، الله يحييك، وين تبي تروح؟ قال أنا أبغى أروح عند السوق اللي قدام. يقول سبحان الله، يصادف هذا السوق إنه جنب محل الكشافات اللي أنا رايح له. قلت له أبشر يا عم. يقول ياسر، الرجال اللي ركب معاي شخص ما هو صغير في العمر، شخص عمره في 62 أو 64، وباين عليه هموم الدنيا وتجارب الدنيا الضخمة اللي مرت عليه. يقول أنا قاعد أسولف مع الشخص هذا اللي جنبي، كيف حالك يا عم وش اسمك؟ قال له اسمي محمود. قال أنت يا عم من سكان هذه المنطقة؟ قال أنا والله رحالة، أتنقل من مكان لمكان. قال له غريبة جاي عند هذا المكان. قال أنا وأنا أخوك شخص شغال في العقارات، وأبيع وأشتري وأبحث عن الأماكن اللي تكون فيها العقارات ممتازة. لا تحسب إن حالتي سيئة يوم شفتني كذا أو ما عندي فلوس، لا أنا عندي فلوس، ولكن سيارتي تعطلت، كانت المنطقة قطعة، ولا أحد رضى يوقف لي نهائيا إلا أنت، والله يجزاك خير على الوقفة هذه. قال يا عم أنت شغال في العقارات؟ قال إيه نعم شغال في العقارات يا أبوي. قال يا عم أنا بنشدك عن قصر مهجور موجود عندنا في القرية، والقصر هذا كبير مرة، ويقال الرعيه الفلان الفلاني، هل تعرفهم؟ قال الرجال هذا إيه نعم أعرفهم، وأنا أبحث عنهم من فترة طويلة. إلا ياسر يقول له ليه قاعد تبحث عنهم؟ قال لأن في شخص يبغى يشتري هذا القصر له ما يقارب 7 سنوات، ويبغى يبني بدال هذا القصر مدرسة كبيرة عشان القرية تستفيد من مكانه، واللي راح يحصل راعي هذا القصر قال راح ياخذ نسبة من البيعة 3%، ممكن يطلع لك منها يا ياسر لو بعت 200,000 أو 300,000. ياسر أعجب الموضوع على طول. ياسر قال له يا عم يقولون ذاك القصر يسكن الجن. يقول إلا شوي تغير وجه الشخص اللي جنبه. قال له يسكنون الجن؟ قال أنا سمعت إنه يسكنون الجن. قال الجن اللي فيه مسلمين ولا كفار؟ وهل هم مؤذين ولا لا؟ قال والله يا عمي ما أدري، ولكن يقولون أنهم ساعدوا بنت كانت طايحة في البير، والجن بعد إنقاذهم لهذه البنت سووا هدنة مع أهل البيت أنهم يهجرون البيت بأملاكه ويطلعون. قال له أنت متأكد؟ قال له إيه متأكد. قال لو أنا راح أروح بعد شوي للقصر إذا أنت تبي تخاويني. الرجال يقول إيه أنا راح أخويك. قال له ولكن أول شيء راح أروح أشتري كشافات، وبعدها نمر عبد الرحمن وسامر ونتوجه لهذا القصر. يقول ياسر طلعت أنا ومحمود هذا الرجال الكبير، ورحنا للسوق وشريت لي حوالي 4 كشافات، لي والياسر وعبد الرحمن والمحمود نفسه. يقول محمود كان جالس في السيارة ما تحرك، مع العلم انه كان يبغى السوق، ولكن ما ادري ليه ما نزل. يقول خدت اغراضي على السريع وقلت له يا عم محمود تبغى شيء من السوق؟ قال له ما ابغى اي شيء نهائيا، ولكن ودني لهذا القصر في اسرع وقت. يقول ياسر واطلع من السوق مسرع وامسك الطريق راجع لعبد الرحمن وسامر، واوصل عند بيت عبد الرحمن واضرب له بوري طاطاط ويركب معاي، ومر بيت سامر واخذه معاي وعرفهم على محمود اللي معاي، واقول لهم سالفته كيف انا تعرفت عليه وقابلته في الطريق. يقول المهم قربنا لين منطقه القصر. يقول جاء الطريق اللي ينقطع فينا، وبعدها تجي كذا الحصيان اللي طق 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 بالسياره، وصوت كذا السياره كانها بتتكسر. يقول الا محمود قال وقفوا السياره على جنب، خلنا نطلع نمشي على رجولنا بما ان حنا معنا كشافات، وخلونا نتمشى عشان الناس تشوف السياره هذه برا. يقول لو صار شيء لنا داخل القصر عشان الناس تدري ان في ناس وقفت سيارتها هنا وطلعت تمشي للقصر. والله فكرة ممتازة وإن شاء الله ما راح يصير شيء. يقول والله قرر نوقف سيارتنا وطفينا السيارة وطلعنا نمشي على الرجول. يقول وإحنا قاعدين نمشي قاعدين نصلح الكشافات ونفرفرها ونضبطها، يقول صرنا نشم ريحة. يقول والريحة هذه كأنها ريحة بخور أو دخون، ولكن ريحة غريبة. يقول ما عطيناها أي هم، فقلنا ممكن الريحة هذه من البيوت اللي جنبنا. يقول مشينا حبة حبة وشغلنا الأنوار كلنا، صرنا نشوف القصر بشكل واضح لدرجة حتى الناس اللي على الشارع العام صاروا يشوفون أنوار الكبوس اللي في يدنا. يقول دخلنا حبة 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 لين وصلنا على الجدار، مرة من فوق الجدار ونزلنا على أحد السيارات اللي كانت واقفة في ذاك المكان، ونكمل طريقنا إلى داخل القصر. يقول ياسر قعدت ناظر يمين ويساري عبد الرحمن والعم محمود وبرضو سامر. يقول لا أخفيكم كانوا خايفين لأبعد درجة. المهم يقول كملنا ندخل حبة حبة، صرنا نمشي في الأرض اللي داخل القصر، وبين الزرع قاعدين نتمشى وإحنا خايفين بشكل فظيع مرة. يقول قال لي سامر وين راح ندخل مع أي مكان؟ قلت لهم إن ترى الباب الرئيسي مقفلينه الدفاع المدني وما راح أحد يقدر يدخل من عنده. قال العم محمود خل نروح نشوف ممكن نحصل طريق من جنب الباب. يقول رحنا مشينا حبة حبة، إلا الباب اللي كان مقفلين الدفاع المدني ما في شيء عليه نهائيا، وما هو متقفل ومفتوح. يقول هنا خفت خوف غير طبيعي، قلت من الشخص اللي يقدر يشيل هذه اللوحة اللي كانت موجودة على الباب؟ يقول أنا سكت ولكن في نفسي خوف غير طبيعي. يقول دخلنا القصر أنا والعم محمود وسامر وعبد الرحمن، والقصر لا أخفيكم
يوم كبير. يقول دخلنا ننور حبة حبة، يقول صرنا نستكشف الدور اللي تحت، في بعض الجدران طايحة وفي أماكن وسخة كثيرة داخل هذا المكان. يقول ولكن المنطقة دي مهجورة، أكيد أنها راح تكون وسخة. قلت لهم خلنا نرقى فوق نستكشف الدور الثاني ما قد رحنا له. الدور الأول اللي فوق قد رقيناه، ولكن الدور الثاني ما قد رحنا له نهائيا. يقول ياسر وأنا راقي تذكرت أن القصر قد احترق قبل فترة، ولكن المكان ما هو باين أنه محترق، في شيء غريب في الموضوع. يقول ولكن ما اهتميت. يقول رقينا استكشفنا الدور الأول شوي، يقول بعدها قررنا نرقى إلى الدور الثاني، وإحنا راقين كذا واقفين عند أطراف الدرج إلا ونسمع أصوات غريبة. في ناس كانت تتكلم، والصوت هذاك اللي كأنك أنت في الفسحة أو في أي مكان عام، ولا بلا بلا ما أدري إيش، وكلام كثير كلام كثير ما تفهم وش معناه. يقول أنا خفت وكل اللي معاي خافوا. يقول وفجأة نسمع صكة بيبان قوية تدوف، والأصوات هذه كانت مخيفة مرة. يقول خفنا، وبعد شوي إلا نسمع ناس ينزلون مع الدرج، نسمع خطواتهم طق 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 طق، صوت خطوات قاعدة تنزل مع الدرج وكأنهم لابسين شيء من حديد طق 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 طق. يقول إحنا وقفنا في محلنا ولا قدرنا نتحرك نهائيا من الخوف. يقول إلا الصوت يزود ويقوى وكأنه قاعد يقرب من عندنا. يقول لا قلت عيال خلنا نحاش. يقول نطلع ننحاش بسرعة طق 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 من عند الدرج، وننزل مع الدرج ثاني طق 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 طق، ونطلع مع الباب الكبير ونركض 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 ونركض، ونتسلق فوق السيارة ونطمر فوق الجدار ونركض على طول للسيارة. والغبرة والأرضية، يقول الأرضية اللي كنا نركض عليها من نوع التراب، إذا ضربتها يطير التراب، عرفتوا هذا التراب اللي يكون عند المباني القديمة اللي أول ما تضربه كذا يطلع غبار. يقول ما أدري من الشخص اللي يركض وراي، العم محمود أو عبد الرحمن أو سامر. يقول وأركض بسرعة وأركض بسرعة إلا أنور ورا، لا أحصل بس كوبسين اللي قاعدة تنور. فينا يقنت إن فقدنا شخص من الناس اللي كانوا معنا، ولكن ما أدري منه بسبب الغبرة وبسبب الأنوار اللي قاعدين ينورونها علي، ما أعرف أهم مين. قلت عبد الرحمن، إلا عبد الرحمن يقول هلا هلا. وأنا في نفسي أقول يا رب الثاني يكون سامر. قلت سامر، إلا سامر يرد هلا هلا إيه أنا سامر، ويركض. قال لهم وين العم محمود؟ قالوا والله ما ندري، من بعد ما طلع الصوت وانت قلت انحاشوا حرفيا كلنا هربنا من ذاك المكان. يقول قعدنا نمشي حبة حبة لين وصلنا لسيارتنا. يقول ياسر لا أخفيكم كنت خايف مرة، الحين عم محمود صار عليه، هل نبلغ الشرطة ولا ما نبلغ؟ وش راح نسوي معاه؟ لا يكون صار له شيء، والرجال كبير في العمر. يا عيال دامنا جينا كان معنا العم محمود، لازم نرجع يا جماعة الخير وناخذ العم محمود من ذاك المكان، ويصير اللي يصير. يقول عزمنا أمرنا أن احنا نرجع للقصر ونشوف وش صار للعم محمود، وين لينا الحين ما طلع. يقول سمينا بالله ورجعنا حبة حبة، ورقينا مع الكنتينر هذا ونطلب من فوق الجدار وندور كبس طايح وهو اللي راح يدلنا على المكان عم محمود. يقول ولكن لاحظنا الكبس الرابع موجود داخل القصر، وهذا الشيء خوفنا مرة. قلنا عيال ندخل بما ان الكبس قاعد ينور جوا، اكيد العم محمود موجود جوا القصر. يقول عزمنا الامر مرة ثانية وقلنا ندخل جوا القصر ونطلع، فاكيد انه تعكرف او طاح او صار له شيء. يقول دخلنا مع الباب حبة حبة، المكان هادي، الاصوات وصوت طقات الباب ما في شيء. يقول حصلنا العم محمود طايح في الدور الاول وثم عليه دم. احنا خفنا قلنا لا يكون مات او في شيء. يقول قررنا نشيله، وكان العم محمود ثقيل مرة، وزنه ثقيل لأبعد درجة. يقول شلناه حبة حبة ونزلنا مع الدرج تيك 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 تيك، ونزلنا لين طلعنا. يقول طلعناه برا على الزرع وقمنا نصحيه، عم محمود عم محمود عم محمود تسمعني، عم محمود يا عم محمود تسمعني تكفى قم. يقول شوي لا شهق وقام، قال بسم الله الرحمن الرحيم وش صار؟ قال انت ايش فيك نغمى عليك ولا ايش صار لك؟ قال ودوني السيارة، قال نبغاك بس تتساعد معنا، نبغاك تطمر معنا هذا الجدار وبعد نروح للسيارة. قال لهم العم محمود بحاول اساعد نفسي بنفسي. قال من عم محمود يلا، وطلعوا وشالوا انفسهم وطلعوا من فوق الجدار حبة حبة، وعم محمود متعكز عليهم لين وصلوا للسيارة. مشوا بالسيارة وطلعوا من هذا المكان مسرعين بسبب الشيء اللي صار لهم. وهم قاعدين يمشون بالسيارة إلا عبد الرحمن يلاحظ أن العم محمود قاعد يرجع أو قاعد يستفرغ، ولكن الاستفراغ هذا كان بطيء ومختلف عن أي استفراغ ثاني، في يعني زي اللي يقولون قاعد ثمه يزبد أو يطلع مادة بيضاء الله يكرمكم. إلا عبد الرحمن يقول له يا عم محمود ثمك قاعد يطلع منه شيء، تحتاج أعطيك شيء تمسح فيه؟ إلا عم محمود يمسح كذا ثمه ويسكت. يقول مشينا في الطريق، طبعا القصر يبعد عن بيتنا 8 أو 9 دقائق، ولكن العم محمود قال لنا رجعوني نفس المكان اللي خذيتوني منه لأن سيارتي قريبة من ذاك المكان، فأكيد حرارة السيارة نزلت، راح أركب سيارتي وأرجع البيت. ياسر لزم عليه وقال له لا خلني أوصلك لبيتك.
قال له أقولك تسمعني، نزلني عند سيارتي أو عند المكان اللي أخذتني منه. قال له تمام. يقول ياسر ألاحظ صوت العم محمود تغير شوي وصار فيه غلاظة مو نفس صوته القديم. يقول فحسيت أن الرجال تعبان مرة، قلت خلاص أوديه لسيارته. تبعد سيارته على القصر ما يقارب 25 دقيقة إلى 28 دقيقة. قلت له خلاص ما في مشكلة راح أوديك نفس مكاني. يقول وأنا قاعد أسوق السيارة إلا لاحظ أن البنزين حق السيارة قل، يحتاج إني أزود السيارة بالبنزين. قلت لهم يا جماعة الخير أنا راح أوقف عند المحطة أعبي السيارة بنزين. قالوا خلاص تمام. يقول ياسر وانا على الطريق السيارة ما فيها احد يتكلم والكل ساكت ومنصدم من الشيء اللي صار لي. يقول لين وصلنا عند المحطة، والمحطة هذه قديمة مرة. يقول اصلا ما فيها الا مكينتين اللي تعبي بنزين من قوة ما هي قديمة. يقول وقفت، قال لي العم محمود انا بروح دورة المياه اغسل وانتظروني هنا. عبد الرحمن وسامر قالوا احنا راح ننزل للبقالة، تبغى نجيب لك شيء من البقالة؟ قال جيبوا لي موية. ياسر قاعد ينتظر عند المحطة، اول من نزل من السيارة عبد الرحمن وسامر نزلوا مسرعين على طول على البقالة. يقول ياسر لأناظر يمين المكان اللي مشى معاه العم محمود، يقول قاعد أشوف مشيته فيها تخبط شوي ومشيته مشيت شخص غير طبيعي، أكيد مشيته هذه راح تكون مخيفة لك. ولكن قلت في نفسي الله يقويه والشي اللي صار له مو بسيط. يقول شوي قاطع تفكيري عبد الرحمن وسامر وهم جايين من البقالة وفتحوا الباب، كانوا يقولون وش البقالة اللي ما فيها أحد. قال لهم ياسر كيف ما في أحد؟ قال يا رجال حتى الكاشير اللي حاسب ما هو موجود. قال كيف ما هو موجود؟ وكيف أخذتوا الأغراض هذه اللي معكم؟ قال إحنا خذينا الأغراض وحطينا فلوسنا على الطاولة وطلعنا من هذه البقالة. يعني ما في انسان قابلتوه في البقالة؟ والله الموضوع مخيف. المهم خلص اللي يعبي البنزين من السيارة، جاء سؤال بديهي في عقل ياسر انه يسأل العامل اللي يعبي البنزين داخل المحطة، معليش اخوي هل في شخص يشتغل في هذه البقالة؟ قال العامل والله ما ادري ولكن الشخص هذا يجي بين فترة ويروح، وضعه شوي غريب يعني. يقول هذا الكلام اللي فهمته من الشخص هذا. يقول المهم حسبته على البنزين وطلعت من نفس المكان هذه اللي موقف فيها المكاين حقة البنزين وقربت للعم محمود عند دورة المياه. يقول وانتظر دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق عشر دقائق، العم محمود طول، حسيت ان حالته غير طبيعية وان الشخص صار له شيء. قلت عيال ابغى واحد ينزل معي وواحد يقعد في السيارة، سامر تعال معي، عبد الرحمن اقعد في السيارة وقف على نفسك الباب لين نجيك. قال ليه وش السالفة؟ قال عم محمود تأخر في دورة المياه. طبعا مثل ما قلت لكم سامر انسان قادح، اي كلمة تقول له يلا بيقول لك قدام. قال له ياسر انزل يا سامر معي، وينزلوا من السيارة طرق طرق ويقفل السيارة تشيك ويطلعون يمشون لدورة المياه ويتمشون بشكل بطيء عشان يشوفون وش الموضوع. يقول ياسر دورة المياه النور فيها شغال، دخلت دورة المياه وانتم بالكرامة. يقول على اليسار في حقة اللي يغسلون المياه والأشياء ذي. يقول ياسر يوم قربنا أنا وسامر عند دورة المياه إلا نسمع صنبور الموية قاعد يصب ولكن ما في احد. قربنا والناظر يسار ما في احد عند حقات الغسيل. يقول اول ما تدخل دورة المياه على اليسار حقات الغسيل، بعدين تلف يمين بعدين يسار تجيك الحمامات يمين ويسار. يقول ثمان حمامات على اليسار ثمان حمامات على اليمين. يقول نسمع في اخر حمام صوت المويه قاعد يصب ما وقف، شو السالفه؟ وين العم محمود؟ يقولوا في بيبان على اليمين وعلى اليسار، ثمان بيبان على اليمين ثمان بيبان على اليسار. يقول ندف البيبان عم محمود، ندف الباب عم محمود عم محمود عم محمود عم محمود ونجرب على هذه البيبان، ما حصلنا العم محمود في اول البيبان. يقول رحنا لين عند الحمام الأخير، طبعا الحمام الأخير يقول هذا الحمام مخصص للاحتياجات الخاصة، يكون كبير شوي. يقول دفيت الباب إلا أحصل الحمام مليان موية ولكن العم محمود ما هو موجود داخل الحمام. يقول إحنا خفنا شو السالفة ونطلع بسرعة. يقول نطلع من دورة المياه وكنا بنروح للسيارة، قلنا العم محمود وين اختفى؟ لشوي سامر يقول ليكون طلع ورا دورة المياه. يقول في منطقة كذا ورا دورة المياه فيها منطقة خالية، ليكون راح يتمشى فيها أو إنه يبغى يأخذ له شاهي من التركات اللي جوا في المناطق البرية ذي. قال له ياسر والله ممكن. طلعنا ورحنا المنطقة البرية هذه على رجولنا، منطقة كذا ورا المحطة ورا جدار المحطة، يعني ما هي بعيدة ترى، وفي على جنب ناس عندهم نفس كذا المحلات الصغيرة اللي يوقفون على الشارع ويبيعون شاهي وقهوة والأشياء ذي. معايا الكشاف اللي يوم كان معنا يوم كنا احنا في القصر. يقول فهذا الشيء أكد ان اللي قدامي واللي يبعد عني ما يقارب 500 او 600 متر العم محمود بسبب الكشاف، واحسه نفس زوله او هيئته. يقول انا وش سويت؟ قلت مد سامر يا سامر خلنا نرجع للسيارة ونمشي بالسيارة ونروح له بالسيارة نشوف وين رايح، شكل سيارته قريبة من هذه المنطقة. يقول المحطة هذه تبعد عن المكان اللي يقول نزلوني فيه 10 دقائق بالسيارة. قال سامر والله فكرة، خلنا نرجع السيارة أضمن وعشان نوصله بسرعة. قال يلا، ويرجعون للسيارة ويأخذون السيارة ويفتح لهم عبد الرحمن البيبان ويركبون ويدخلون بالسيارة من ورا المحطة في المنطقة الترابية هذه. إلا صدقهم يمشون يحصلون واحد قاعد يكبس بهذا الكبس، الكبس مرة يكون لمهم مرة يكون قدام، يعني كأنها نفس النجم اللي قاعد يرمش. يقولون نحاول نقرب لم هذا الكبس ونحاول نقرب لم هذا الكبس وكل ما لا يبعد. هنا اكتشفنا ان الشخص اللي قاعدين نلحقه ما صار العم محمود، عرفنا الشخص هذا انه الشخص او الظاهرة المعروفة في خطوط السفر ابو فانوس، وهذا جني ما هو شخص.
يقال انه يضيع المسافرين على الطرق، وخاصة اللي يمسكون الطرق البرية. نور لهم بالكبس على انه موجود في منطقة، يعتقدون انه شخص، لما يقربون لمه يروح لمنطقة ثانية. ويقول اللي اكد لنا هذا الشيء انه اذا قربنا منه يختفي بعدين يولع في مكان ثاني. عرفنا انه يبغى يضيعنا داخل البر، سمينا بالله ورجعنا، والعم محمود ما ندري وينه. يقول ولكن جاء في راسي اني ارجع للمحطة والقي اخر نظرة، هل عم محمود فيه او لا؟ اذا ما هو فيه والله بروح واخليه، لان الشخص هذا انا ما اعرفه واول مرة شفته اليوم، يعني ما كملت انا وياه 24 ساعة وصارت معاه موقفين مرة تخوف. خلني أرجع، إذا حصلته زين على زين، وإذا ما حصلته الله يستر علينا وعليه. اتفقوا سامر وعبد الرحمن على هذا القرار إنه هو القرار الصحيح. والله ورجعوا للمحطة ويدخلوا المحطة، يقول ياسر في طريق ورا المحطة كذا يشق المحطة نصين. يقول ياسر أول ما قربت المحطة إلا أحصل أربع عمال مجتمعين على شخص، والشخص هذا طايح على الأرض. استغربت لا يكون العم محمود، رحت وقربت عنده، وقفت سيارتي ونزلت أشوف، إلا صحيح صار العم محمود وهو اللي طايع على الارض وفي ماده بيضة قاعده تطلع من ثم. يقول رحت عنده وقمت اطق وجه عم محمود، عم محمود، عم محمود، وناديه يا عم محمود تكفى فتح، لا حياته لمن تنادي. قررنا ان احنا نتصل بالاسعاف وندق على الاسعاف، تيك 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 تيك، السلام عليكم اسعاف، ان في منطقه نائيه والمنطقه هذه موجوده على طريق بري. وقعدت اشرح لهم المنطقه اللي احنا فيها، قالوا خلاص راح نرسلكم الان سياره الاسعاف. تيجي سياره الاسعاف عند المحط ويشوفون العم محمود ويقفلون ويحطونه على السرير هذا حق النقل المرضى ويركبونه في الاسعاف ويقفلون الباب، وقالوا ميدنا واحد منكم يركب معنا سريع. يقول لسامر ركب معهم وانا وعبد الرحمن رحنا بالسياره نلحقهم. يقولوا نلحقهم لين وصلنا للمستشفى اللي يبعد عنا ما يقارب نص ساعه من المنطقه اللي احنا فيها. المستشفى هذا بعيد شوي، الاسعاف يوقف وينزل العم محمود، واشوف سامر من بعيد كذا نازل من السياره، اوقف سيارتي وانزل وادخل معهم، واقعد اركض واقعد اركض واسال سامر اقول ها بشر عساه قام، قال لا والله ما قام، الله يكون في عونه. يقول في لجنه تحقيق دائما عند المستشفى تحقق معاك وش السالفه وش صاير ايش موضوعك، هذا الرجال ليه جاي وليه طايح وكيف حصلتوه وليه بلغتوا. يقول قلت ميد الضابط ان احنا حصلناه في منطقه وان كذا 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 كذا، ولكن شرحت لك الشيء الا سالفه القصر. قال طيب هل هو يعاني من شيء؟ قال احنا ما ندري اول مره نشوفه. كشفوا عليه حاولوا يصحونه، بعد مرور ممكن نص ساعه من دخوله المستشفى الا العم محمود يصحى، لان بضات قلبه موجوده وكل شيء موجود ولكن كانه مغمي عليه. شخص الحاله هذه المستشفى انها حاله صرع. طبعا المستشفى شخص هذه الحالة انها حالة صرع، وانتظروه وقام العم محمود واموره زينة، عم محمود كيف حالك طيب؟ ولكن الباين في وجه عم محمود باين فيه الخوف، ووجهه شوي شاحب وعيونه شوي ناشفة. خذاه ياسر معاه وقع على ورقة مغادرة العم محمود. طبعا في لحظة توقيع الورقة لازم ياسر يكتب اسمه ووسيلة تواصل له. ياسر ذيك الايام ما كان معاه جوال، كانت وسائل التواصل عندهم عشان الناس تعرفك، لازم تذكر شيء يكون علم او شيء مشهور عندك او شيخ بيلة أو مكان مشهور عشان إذا جو يسألون عنه يحصلونه. كتب ياسر شيخ معروف عندهم في المنطقة ويعرف أبو ياسر ويعرف ياسر، وسجل اسمه وخذوا العم محمود وطلعوا من المستشفى. كان ياسر يسأل العم محمود يا عم محمود هل المشكلة هذه اللي فيك اللي هي مشكلة الصرع مشكلة جديدة أو قديمة؟ قال العم محمود المشكلة هذه يا ياسر من زمان معاي، ولكن من زمان ما جتني، كانوا يقولون إنها اختفت مني بشكل كامل، ولكن أنا مستغرب آخر مرة جتني من فترة طويلة، ولكن ممكن جتني بسبب الموقف المخيف اللي شفناه. المهم لا حد يدري باللي صار، واستروا على ما واجهتم، وابغاكم والله توصلوني للسيارة وتعبون سيارتي بنزين وتشيكون على موية الريديتر وتشغلون للسيارة وتخلوني أرجع من وين ما جيت. قالوا له ياسر وسامر وعبد الرحمن ابد ما عندك مشكله، بس علمنا وين سياره. يقول احنا على الطريق طالعين من المستشفى متجهين لسياره العم محمود، الا حصلنا سياره من بعيد. قلت مد عم محمود هل هذه سياره؟ قال لي نعم سيارتي. يقول ياسر اللي باين لي من العم محمود انه شخص غني وعنده فلوس، ساعدت العم محمود وعبينا السياره مويه وضبطنا له كل شيء وشغل السياره ورجع المكان اللي هو يبغاه. يقول ان ركبنا السياره انا وسامر وعبد الرحمن، يقول احنا في الطريق قاعدين نسولف عن المواقف الغريبه اللي صارت، مستغربين من الأشياء اللي صارت داخل القصر، وقلنا يا ليتنا ما رحنا لهذا القصر. المهم يقول ياسر وصلت أخوياي كلهم لبيوتهم، ياسر وعبد الرحمن، وأنا رجعت البيت وحطيت راسي ونمت. يقول وأنا نايم جاني حلم غريب، حلم أول مرة يجيني. يقول بالعادة إذا جيت أحلم أحلام تكون الأحلام هذه مختلفة شوي، وبعض الأحيان تكون أنها طويلة ولكن ما منها فائدة. يقول ولكن اليوم ذاك كان الحلم مختلف. يقول وأنا نايم حلمت بالقصر المهجور اللي رحنا له والمكان اللي مرينا عليه والأحداث
والزوايا. يقول المشكلة انه مفصل تفصيل دقيق داخل الحلم كأني حافظ القصر حفظ، ونعاد لنفس السيناريو ان في صوت من الدرج قاعد يطلع والبيبان تتقفل. يقول شيء غريب مرة. يقول ولكن وانا طالع من القصر في الحلم طبعا، المكان اللي طاح فيه العم محمود طحت فيه انا. يقول اول ما طحت الا اصحى من النوم، شو السالفة وش صاير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش ذا الحلم؟ في تفاصيل كثيرة برضه ما ذكرها لنا. يقول لأناظر وارفع وشوف الساعة، مالي ولا نص ساعة نايم، يعني قبل شوي الحلم هذا صار. يقول سميت بالله وقمت وغيرت المكان اللي أنا نايم فيه، وبرضه نفثت على جنب اليسار 3 مرات وتعوذت من الشيطان. يقول غيرت المكان حقي ونمت. يقول سبحان الله نمت بدون أحلام. أول ما صحيت وأنا يراودني الحلم اللي حلمته في البداية، وبيني وبينكم لا أخفيكم كان مخيف إنك تحلم في نفس المواقف، وبدال ما يطيح العم محمود أطيح أنا الله يستر. يقول سكت وقفلت على الموضوع ورحت أكلت لي أكل بسيط وخلصت الصلوات اللي طافتني. يقول في لحظة المغرب إلا يطق الباب حق البيت، طاق 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 طاق، مين؟ ياسر موجود؟ إيه نعم موجود. إلا يقول ياسر، فتحت الباب إلا في وجه رجال ما أعرفه. السلام عليكم، كيف حالك ياسر؟ والله الحمد لله بخير. من معي؟ قال إني أنا وصاني الشيخ اللي موجود في المنطقة الفلانية هذه، وقال ناد لي ياسر، أنا جيت أعلمك، الشيخ يبغاك بعد صلاة العشاء في المجلس حقه. قلت عسى خير، وش يبغى ذا الشيخ؟ يقول جاء في بالي لحظة توقيعي في المستشفى على خروج العم محمود، قلت لا يكون العم محمود صار له شيء. قلت له خلاص زين لا تشيل هم، راح اجيك هناك. بعد صلاة العشاء توجهت عند الشيخ اللي قابلني، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا ابو ياسر، كيف حالك؟ طيب اجلس، ابغاك بيجي رجال بعد شوي. ايش السالفة يا شيخ؟ قال ما عليك اجلس وان شاء الله الامور زينة. يقول فجأة اللي يدخل شخص انا ما اعرفه ولا قد شفته ولا ادري هذا مين، شخص غريب مرة، اول مرة يمر علي، والواضح انه ما هم من نفس المكان اللي احنا فيه. يقول بعدين قلت اكيد انه مو العم محمود، شكل عم محمود اموره زينة. يقول له فجأة يقول لي كيف حالك يا ياسر؟ طيب والله الحمد لله بخير. قال ياسر انا جاي ابغى انشدك او ابغى اسالك عن شخص اسمه محمود. يقول اول ما قال اسم محمود انا خفت. قال انت قد قابلت شخص اسمه محمود؟ قال ياسر نعم قابلت هذا الشخص، كان متعطل على الطريق وساعدته وبعدين تعب علينا ورحت وديته المستشفى. قال ايوه بعد وش صار؟ قال شخصوا المستشفى ان في حاله صرع ووقعت على خروجه. قال طيب وبعد ما وقعت على خروجه هي علمني وش صار بعد؟ قال اخذته من المستشفى وديته عند سيارته وصلحت له سيارته ورتبت له كل شيء وعبيت له المويه ريديتر وكل شيء، المهم مش الرجال. قال طيب يا ياسر، العم محمود حصلنا سيارته واقفة عند باب بيته، ولكن العم محمود مختفي، دورنا عليه ما حصلناه، وعياله يسألون عنه. يقول إن عارفة أن جانا العم محمود وقال لعياله وزوجته إنه طاح وفي ناس ساعدوه ودوه المستشفى الفلاني وإن شاء الله أموره زينة. دخل غرفته بينام وما حصلوه داخل غرفته نهائيا. هل عندك علم عنه؟ هل تواصلت معه آخر مرة؟ هل شفته؟ قال ياسر لا والله ما أدري عنه، وآخر علمي فيه ونزلته عند سيارته. قال خلاص زين، الله يعطيك العافية ياسر، وأسفين على تأخيرك، شاكرين لك. يقول ياسر انا طلعت مجلس الشيخ وراسي يفكر وش صار على العم محمود، الله يستر والله يحفظه يا رب وان شاء الله قدامه العافيه، ولكن لحد الان يراودني شعور اختفاء العم محمود ان القصر ورا هذا السبب، والاصوات اللي كانت موجوده في القصر برضو ورا هذا السبب. يقول لكن من خوفي انا تجاهلت هذا الموضوع وحاولت اتجاهله، حاولت اتناساه عشان ما افكر فيه بشكل كبير. يقول رجعت للبيت على صلاه العشاء كذا، يقول انا ما طولت ورجعت البيت على طول. يقول وقلت ميد الوالده الحلم اللي صار لي وانا نايم، فقالت لي تبغى نفسر لك الحلم ذا؟ قال لي والله ودي افسره. قالت شف زوج اختك ترى عارف يفسر احلام، كلمه وان شاء الله راح يفيدك. طبعا انا قلت لكم قبل ان زوج اخت الرجال هذا كان شخص متدين وراعي دين. قال اجل زين بروح اساله، وراح لين بيته. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب والله يا النسيب انا عندي سؤال، والسؤال هذا يخص حلم ودي انك تفسره. قال ابد عسى خير، حياك الله، يا مرحبا ومسهلا، ويفتح لي المجلس واقعد معاه. قال لي وش هو الحلم؟ يقول واقول له الحلم من البدايه للنهاية. قال لي ان شاء الله خير، ولكن انتو في مكان مهجور رحتوا له قبل فترة؟ يقول اول ما قال لي ان في مكان مهجور انا رحت له قبل فترة، يقول جتني نغزة، قلت هذا وش دراه؟ اوكي الحلم انا قلت اني انا في قصر مهجور، ولكن ما قلت له اني انا رايح لهذا القصر. قلت له اي نعم انا رايح المكان مهجور. قال لي طيب المكان، في مكان كنتوا تمشون فيه وطحتوا فيه وفي شخص منكم تأذى، والشخص اللي تأذى هذا ممكن يكون مسه جني. يقول اول ما قال لي الكلمة هذه انا خفت، وعلى طول جاء في راسي العم محمود واختفاءه من البيت غريب، وإن في سالفة راح تصير.
وأول ما قال لي هذا الكلام حرفيا ذكرت العم محمود، يا ولد لا يكون العم محمود صار له شيء. وبرضه ذكرت سبب اختفائه، ومر على هذا الكلام واختفاء عم محمود ما يقارب 8 أو 9 أيام، فالمدة هذه كبيرة. قلت خلني أروح أشوف هل عم محمود رجع، حصلوه ما حصلوه، لازم أبلغه على الشيء اللي صار وبلغه أني برضه حلمت فيه ولازم نقرأ عليه. يقول أول شيء رحت له اللي هو الشيخ، طلعت من بيتنا ذاك اليوم وتوجهت على طول على بيت الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت أسألك هل جاك علم عن العم محمود؟ قال لي لا والله ما جاني أي علم عن العم محمود. ليه وش صاير؟ بشرني يا ياسر هل حصلتوه؟ قال لا والله أني بس جاي أسأل. يقول سكت وطلعت من عند الشيخ وعلى طول رحت البيت عبد الرحمن وسامر. سلام عليكم. عليكم السلام. تعالوا أبغاكم. جمعتهم وقلت لهم السالفة أني أنا حلمت حلم وفسرت الحلم وأن في ناس جوا للشيخ وسألوا عن العم محمود وصار مختفي. قلت لهم السالفة برضو أن زوجته تقول أنه جاء أول يوم وبعدها اختفى من البيت كأنه ما هو موجود، ولكن أنا حلمت حلم والحلم هذا يقول أن العم محمود شكله ممسوس والمس هذا صار له داخل القصر يوم طاح. قال أبغاكم تخووني المرة الأخيرة وأبغى أشوف العم محمود هل هو موجود في القصر أو لا، من الممكن وهذه نسبة ضعيفة أنه يكون داخل القصر. قال له سامر عبد الرحمن أبد ما عندك مشكلة، ويتوجهون للقصر مباشرة. وكان ذاك الوقت على وقت العشاء يعني الساعة 8 أو 9، وراحوا القصر ووقفوا سيارتهم بعيد ونزلوا يمشون ورقوا على الكنتينر اللي كانوا يرقون فوق عشان يطلون فوق الجدار. يقول ياسر كنت قاعد اتفرج كذا يمين يسار، يقول لاحصل في شخص لابس ثوب ابيض واقف جنب البير وما يتحرك بس كذا واقف. يقول قلت ميد سامر تشوف الشخص ذاك اللي قدامي؟ قال لي اشوفه. قلت هذا مو كنا العم محمود؟ كان جسمه او زوله. قال خلينا نقرب لمه. يقول تشجعنا حنا الثلاثة وقررنا ندخل ونقرب عند الشخص هذا اللي واقف. يقول وقفته كانت غريبة ومهيبة، وقفة غريبة مرة، كذا واقف ويناظر في القصر وما يناظر في أي شيء ثاني. يقول قربنا عنده، قربنا ناظر يمين يسار، لا والله العم محمود. ياسر يقول على طول قلت عم محمود. يقول ما أعطاني وجه ولا كلمني. يا عم محمود تسمعني عم محمود ولا لا؟ يقول قعدت ناظر في المكان اللي كان يناظر فيه وعينه كذا مفتوحة بقوة، كان قاعد يناظر على الدور الثالث اللي موجود في القصر، كانت فيه شباك صغيرة في نفس الدور الثالث. يقول ياسر عيونه متوجهة على هذا الشباك. يقول طبعا هذا كلامنا كله وإن نبعد عن العم محمود يمكن حوالي 5 أو 6 متر، كنا خايفين من المنظر. يقول ما ندري هل الشخص هذا اللي قدامنا إنس أو جن، وإيش السالفة وإيش الموضوع. يقول قررنا نقرب لين نمسكه. يقول قربنا عنده حبة حبة وسوينا كذا قدام عينه، هيه عم محمود، عم محمود تسمعني؟ عم محمود ألو عم محمود. يقول نهائيا ما يكلمنا وكأنه ما يشوفنا ولا يدري نحنا جنبه. طبعا موقف مخيف مرة. كل يوم شفنا العم محمود ما يبغى يتحرك ولا يبغى يسوي شيء، قررنا نراقبه ونشوف إيش راح يسوي. يقول رحت قلت لعبد الرحمن، عبد الرحمن بالله قرب السيارة عند القصر لأن ودنا نطلع العم محمود وناخذه معنا للسيارة ونوديه للشرطة، وقلنا حصلناه داخل القصر هذا ونبغى نألف لنا سالفة عشان إذا سألونا عن القصر وليه دخلتوا القصر وكيف شفتوا القصر مقفل نقول إحنا لمحناه من برا ونخترع لنا أي سالفة، المهم إنها تمشي عليهم. أعطيت المفتاح عبد الرحمن وتوجه عبد الرحمن عشان يجيب السيارة، وناظر سامر. يقول ياسر أعطيت المفتاح عبد الرحمن، وقلت ميد، قلت لياسر وقلت لسامر تعال نبغى نشيل العم محمود ونحركه من مكانه. يقول رحنا قربنا عند العم محمود نبغى نمسكه. يقول نبغى نمسك الان العم محمود ونوديه ونركبه في السياره. يقول مسكنا العم محمود كانت اعصابه شاده مره ولا قدرنا نحركه من مكانه. يقول فتركناه وقعدنا نراقبه من بعيد نشوف وش راح يسوي. يقول بعد مرور ممكن ساعه او ساعه ونص فجاه العم محمود يرجع لحالته الطبيعيه كان ما في شيء. يقول كان واقف ساعات طويله يعني يوم دخلنا عليه فاكيد انه واقف من قبل. يقول فجاه كان ما في شيء. يقول عدل ثوبه كذا سوى كذا ولف يمين وطلع مع الباب. يقول الا يوم تحرك كذا وطلع من القصر. يقول نادينا هي عم محمود كيف حالك طيب؟ يقول ناظر فينا كان ما في شيء. مرحبا هلا والله. يقول اول سؤال جاء في راسي وش جابك يا عم محمود في ذا المكان؟ يقول كلم العم محمود والله ما ادري وش اللي جابني في ذا المكان. يقول ولكني ركبت مع واحد قال تعال بوصلك معي كنت على طريق متعطل. يقول وقف في نهايه القصر هنا وسيارته هنا قريبه رايح لها انا الحين. يقول ودخل القصر وقال تعال معي ولكن انتظرته ما طلع. يقول ياسر اول ما قالنا الكلام هذا خفنا خوف غير طبيعي، عرفنا صدق ان العم محمود تلبس جن. قلنا له طيب يا عم محمود وين السياره فيه هذا اللي جابك ذا وين فيه؟ قال لنا جنب القصر امشوا معي. كل مشينا معاه والناظر يمين القصر يقول ما في شيء اللي يقول لهم العم محمود شكله نزلني وراح وخلاني لانه كان واقف هنا انا متاكد. يقول قلنا له يا عم محمود تعال معنا وخلنا نروح نوديك لبيتك تريح. قال يلا بركب معكم. حد الان الموضوع في شيء غريب. ركب معنا العم محمود السياره، قلت ما الشباب خلوه يركب قدام وانتوا اركبوا ورا. يقول له قعدت اسولف معه كيف حالك يا عم محمود اخبارك طيب
طيب؟ الحمد لله والله انا بخير. عم محمود، لهم فتره الناس تدورك ومختفي انت، كم لك انت في ذا المكان؟ قال والله لي يمكن حوالي 4 أو 5 أيام، ولكن ما عرفت وين الطريق اللي اطلع معه، فانتظرت الرجال يطلع من القصر وما طلع. يقول لا، هنا انا تاكدت ان العم محمود في شيء غير طبيعي وانه متلبس الجن. صرت اسمي عليه ولا ابغى اقول له عن الموضوع اللي صار، انه طالع من بيتهم والناس تدور عليه وانه مفقود لفتره. يقول هو يسولف معي، قلت له لازم اوديك مركز الشرطه عشان بس يتاكدون انك انت حي وموجود، لانهم لهم 4 أيام يسالون عنك. اللي يقول لي العم محمود لا يا رجال ما يحتاج تقول لهم، ورجعوني بيتي وان شاء الله الامور زينه، واذا صحيت بكره انا بمر واقول لهم. قال والله بكيفك وابد، ولكن الحمد لله انك بخير يا عم محمود. انا ابغى اجيك في اي يوم من الايام الجايه، انا ودي اقول لك بعض الاشياء ولازم نكون لحالنا. قال عسى خير ان شاء الله. قال لا ان شاء الله الامور زينه. يقول ياسر لاحظنا في عم محمود وهو معنا في السياره قاعد يقول كلمات غريبه ويهذري في بعض الاشياء احنا ما ندري وش هي. يقول ويتكلم كانه قاعد يكلم شخص، يقول مره صوته يصير ثقيل ومره صوته يصير خفيف. يقول ولكن تاكد ان صدق العم محمود؟ ايه مس. وصلنا عند بيت العم محمود ونزلناه، وقابلت الشخص اللي قد قابلته عند الشيخ، قلت له اني حصلت العم محمود في المنطقه الفلانيه هذه وقررت اني اجيبه لك، اتمنى انك يا اخي تمسكه وتروح بكره تبلغ الشرطه اني انا جيت وسلمتك العم محمود، لان انا ماني فاضي يجوني في الايام الجايه ويتهموني في بعض الاشياء. يقول نزل عم محمود يقول وامسك الولد على جنب. قلت له اسمع، انا لازم اجي للعم محمود في الايام الجايه، انا حلمت حلم والعم محمود تبين لي بعد تفسير الحلم انه هو مسه جني، لازم نقرا عليه الايام الجايه. قال ان شاء الله خير ان شاء الله خير، كانه ما هو مصدق الكلام اللي قاعد يقوله له ياسر. يلا يعطيك الف عافيه انك حصلته ابد، ونشوفك على خير، مع السلامه. يقول ياسر خدت اخوياي ورجعنا القريه اللي احنا ساكنين فيها. يقول فكنا قاعدين نسولف، يقول طرحت سالفه ان العم محمود وهو واقف كان يناظر الشباك اللي في الدور الثالث في القصر. يا اخي احس في شخص هناك، واحس ان في سر وقفته جنب البير، وان في شخص عند الشباك هذا. ايش رايكم في يوم من الايام نروح القصر ونشوف الدور الثالث هذا، ولازم نعرف وش سالفته وش وضع الشباك ذا بالضبط. قال سامر والله ما عندك مشكله، لو تبي الحين رحنا الحين. عبد الرحمن كان شوي خواف، قال لا يبغى لها يوم عشان اعلم هلي ان احنا راح نروح لهذا المكان. يقول حددنا يوم راح نروح فيه، ورجعتهم بيوتهم وقعدت اسولف مع ابوي، وصرت اجيب له سالفه القصر ذا وش وضعه وش صاير له. قال لي يا ابوي تبغى شخص يعرف في الموضوع ذا بشكل قوي؟ قال لا ايه. قال شوف في شخص باكستاني شغال في البقاله حقت الحاره، شوف عمره في 70 أو 72 سنة، ولكن الشخص هذا يعرف كل الماضي وكل شيء صاير. قال زين خلاص اجل بروح واساله وراح يعلمني ان شاء الله كل شيء. يقول انتظرت لين جاء المغرب ومر عند الباكستاني هذا حق البقاله، السلام عليكم. عليكم السلام. يقول صرت اساله اقول له تعرف انت القصر هذا وش مشكلته وش سالفته؟ يقول وقال لي سالفه القصر كامله ونفس سالفه سامر بالضبط، اللي قال ان الجن انقذ البنت اللي موجوده داخل القصر. يقول وسالته انت وش عرفك بالسوالف هذه؟ قال انا اصلا كنت اشتغل عندهم سواق، قبل ما اشتغل في هذه البقاله كنت سواق عندهم. هل انت كنت سواق عندهم؟ يقول اي ولكن ما اشتغلت عندهم الا 7 شهور أو 8 شهور. قال طيب بسالك البنت هذه وش اسمها؟ يقول ما اعرف اسمها نهائيا، يقول ما ادري وش اسمها. قلت طيب وين مكانها في القصر؟ قال مكانها في القصر اتوقع واتذكر انه كان في الدور الثالث، في الجهه اللي على اليسار المقابله للبير. والاول ما قال لي الكلمه هذه صعقت حرفيا، ان الشباك اللي كان يناظر فيه العم محمود وهو غرفه البنت الصغيره اللي انقذوها الجن. ياسر حس ان الموضوع فيه شيء وان الموضوع مو طبيعي، البنت ونفس القصر والعم محمود قاعد يناظر في الشباك المخصص للبنت هذه. ياسر قال انا راح احل الموضوع ذا واستكشف بنفسي وش سالفة القصر ذا بالضبط، وليه الشباك هذا، وش سالفة البير، وهل سالفة البنت حقيقية او لا. قال ذا المرة راح اكسر الخوف وما راح اخاف نهائيا، وراح اواجه مخاوفي داخل هذا القصر. راح على طول واتصل على سامر وعبد الرحمن. الو السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ اسمعوا راح اسوي اكبر مغامره قد مرت عليكم. المغامره هذه ما راح تكون وقفات من برا ونظرات، وما راح يكون فيها خوف. المغامره هذه لازم نخطط لها صح، وندخل ونشوف موضوع العم محمود مع الشباك هذا وش السالفه اللي صايره بالضبط. سامر على طول قال ابد قدام، انا معاك، معاك باللي تبي يا ياسر، باللي تبيه معاك. قال اسمعوا يا عيال، ترى من الممكن تكون هذه اخر دخله لنا لهذا القصر، نبغى ننهي الموضوع وننهي الشكوك، ولا نبغى فضول يبقى داخلنا. قالوا تم، وعبد الرحمن عطاهم الاوكي، واتفقوا على يوم الخميس الساعه 10 الليل. قال راح امركم، ولكن قبل ما نروح لازم ناكل لنا شيء كذا خفيف عشان يعطينا طاقه، وبعدها نروح لهذا القصر. قالوا خلاص تمام. جاء الخميس يا جماعه الخير الساعه 10، مرهم ياسر بالسياره، مر سامر ومر عبد الرحمن. المهم ركبوا السياره وراحوا تعشوا، واتجهوا بعد العشاء على طول للقصر. اتفقوا وسووا
خطة. الخطة هي كالآتي. شوف يا عبد الرحمن، عبد الرحمن انت والله شخص تخاف، وانا ما ابغى شخص يربكني داخل القصر ويصير يروعني ما يشجعني. عبد الرحمن ابغاك تكون واقف عند السيارة، لا تدخل معنا نهائيا، وقف وخلك في مكان السواق. انا وسامر راح ندخل لهذا القصر وراح نشوف موضوعه، ولكن اللي ابي منك انك تراقب المنطقة اللي حولك، وابغاك تكون مركز ومعطينا التركيز بشكل كامل، يعني تناظر في القصر وتناظر فينا، وبرضه تناظر في اللي برا الموجودين. قال لهم عبد الرحمن طيب بما ان الخطة كذا، انا برضو بعطيكم فكرة، وهذه الفكرة راح تخليني مرتاح. الفكرة ان انا يا عبد الرحمن عند اخوي الكبير جهاز المخصص بالمراسلة او بالندى، اللي هو يسمونه الكنود، جهاز يستخدمونه حق البر، يشتغل عن طريق الجهاز هذا اللي تضغط وترد وكذا وتتكلم. قالوا وش رايكم اجيبه، عندنا اثنين، اجيبه ونصير نتواصل فيه. قال له ياسر بالعكس فكرة حلوة مرة. قال له ابد، اجل خم مرة الحين عند اخوك ونروح نجيبه. يقول ياسر بنتوجه على بيت عبد الرحمن بسرعة، ونوقف وينزل عبد الرحمن، طبعا خايفين احنا ان اخوه الكبير يدري انه ماخذه وهو ما يدري. والله ودخل عبد الرحمن ودخل بيتهم، بيرقى لين غرفة اخوه ويحصل الجهازين هذول وياخذهم وينزل على طول ويركب معهم، ويتوجهون للقصر، يوقفون السيارة على جنب. طبعا اثنين راح يكون معهم جهاز واحد، جهاز راح يكون عند عبد الرحمن، وسامر وياسر راح يكونون على جهاز واحد، لانهم بالاحرى راح يكونون جنب بعض. قالوا خلاص تمام. طبعا خليني اعلمكم اسلوب هذا الجهاز، اذا انت تبغى تتكلم لازم تضغط على الزر، في زر كذا على جنب لازم تضغط عشان انت تتكلم، غيره ما تقدر تتكلم نهائيا، لازم تكون متصل في نفس الموجة. يعني لو حطيت موجة 100 لازم خويي نفسه يحط موجة رقم 100 عشان انا اتصل فيه. يعني فهمتوا اسلوب الاتصال؟ قبل ما ينزلون حددوا لهم موجة وثبتوا عليها ونزلوا يا جماعة الخير للقصر. يجرب ياسر من بعيد يضغط ترد، عبد الرحمن تسمعني؟ برضو يرد عليه عبد الرحمن ترد، اسمعك يا ياسر. قالوا خلاص تمام، الوضع الان مضمون، واحد معاه جهاز الندى وواحد معاه الكشاف. طبعا الاماكن هذه تكون مهجورة، لازم تنتبه بشكل كبير وانت قاعد تدخلها. رقى سامر وتعلق على الجدار، وبرضو معاه ياسر رقوا وتعلقوا على الجدار، ونزلوا من جدار القصر من جوا. مثل ما قلت لكم اول ما تدخل القصر في زرع، وهذا الدخول حرفيا الدخول الاخير لهم، اللي راح يستكشفون القصر ويعرفون سره اللي مخبى عليهم من زمان. يقول والله ياسر وندخل مع الباب ونشغل النور، وذا المرة داخلين وكلنا ثقة وغير مربوكين نهائيا. يقول لكن نسينا شيء راح اقول لكم اياه قدام. يقول دخلنا الدور الاول، كان دور هادي مرة، ما فيه اي شيء، ما فيه ولا ذرة حركة، ما فيه لا صوت ولا احد يتكلم ولا اي شيء. يقول رقين الدور الثاني بدت تطلع الاصوات، بدا يطلع رمي الحصيان، وبدت تجي صكة البيبان، بدا يصير العلم مختلف نهائيا. يقول ياسر كأني في فيلم. يقول دخلت صكة بيبان دف دف، ومنا ما خفنا نهائيا من هذا الشيء. يقول قاومنا الموضوع، وسامر يشجعني وانا اشجعه. يقول لا يرسل عبد الرحمن ترت يا عيال كيف حالكم، ها اموركم زينه؟ يقول اول ما ارسل ونخاف، والرد عليه ترت اي والله انا الحمد لله تمام وكل شيء تمام والارسال كويس. قال خلاص تمام استمروا، اذا صار شيء علموني. شوي لعبد الرحمن برضو اعطاهم فكره وهم هناك موجودين، قال يا عيال ايش رايكم الجهاز نفسه خلكم معلقين على الزر، لا تفكونه عشان اسمع كل شيء يصير لكم. قال له ياسر والله فكره طيبه، ويضغط ويعلق على الزر. يقول والله وعلق على الزر ويصير يسمعني عبد الرحمن على اي حركه نسويها بدون ما اضغط ويضغطه. يقول عبد الرحمن صرت اسمع اصوات وسكت بيبان وناس تتكلم واشياء غريبه، ولكن انا مركز في صوت ياسر وسامر، ما ابغى مخي يطلع من التركيز هذا. يقول حط الجهاز كذا على الطبلون وضاغطه عشان اناظر، وبرضو اناظر الجهاز. يقول متوتر مره. يقول اصلا وانا قاعد انظرهم ومدخل القصر اشوف الكبس كذا قاعد يتحرك ويدور جوا القصر، مره ياشر مره يختفي. يقول عرفت انهم قاعدين يتحركون بين الغرف. يقول فجاه الاحظ ان الجهاز في واحد قاعد يركض فيه، وصرت انادي ياسر ياسر، ما حد يناديني ما حد يرد علي، واسمع واحد يركض يجري، والجرية جريت يا اخي، واحد يعني عداء حرفيا يجري بقوة. استغربت من ذا الصوت، من هو ذا؟ ياسر سامر تسمعوني؟ الا شوي ياسر يرد علي وصوته حرفيا تعبان، يقول ايه اسمعك. قال له وش فيك؟ قال ما فيني شيء ولكن تعبت وانا اركض. قال تركض وين انت؟ قال اركض عشان ارقى فوق. قال له عبد الرحمن كيف ترقى فوق؟ ليه تركض؟ امشي شوي شوي امشي على مهلك. يقول لا انا كنت اركض عشان الحق سامر. قال ليه سامر وينه؟ قال سامر ما ادري وينه، صار يركض قدامي ورقى للدور الثالث، اتوقع انه يستهبل او يبغى يشجعني. قال اقول خلصوا بس الموضوع ذا واطلعوا. يقول ياسر رقيت للدور الثالث وارقى ادور سامر، ما عاد لقيته نهائيا. يقول انا راقي وقاعد ادور ويطيح مني الجهاز وتنفك البطاريه حقته من نفس الجهاز. يقول واجي واحاول اركبه الجهاز وقف عن العالم.
العمل وما عاد صار يشتغل. يقول انا في البدايه ما خفت من الموضوع، موضوع عادي، ولكن خلني ابحث عن سامر واطلع لاني اعرف طريق الرجعه. طبعا الان من اللي بيصير متوتر؟ اللي بيصير متوتر الشخص اللي برا اللي هو عبد الرحمن. انقطع عنا الارسال ليكون صار لهم شيء. هو يقول لي سامر اختفى، فاكيد الموضوع فيه انه صار ياسر يبحث عن سامر، يبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه لين تعب، ما عاد في امل يحصله، ما عاد لقاه. باعتقد ان سامر برا طلع ينتظره برا. قال يا سلام، فبنا هذا الاعتقاد ان لا شكل سامر برا القصر وانا قاعد ادور فوق وهو ما هو فوق، شكله نزل، شكل اللي رقاني فوق ذا خيال او بسم الله الرحمن الرحيم. يقول انا في الدور الثالث وقررت انزل للدور الثاني، وعبد الرحمن برا يقول انا قاعد اشوف في شخص في الدور الثالث النور حقه قاعد يشر في كل مكان، يعني قاعد يدور في الدور الثالث، يعني دخل الغرفه حوالي 10 مرات. يقول استغربت، يقول رحت قربت على رجولي وصرت انادي ياسر ياسر سامر، ما في احد رد علي نهائيا. ايش السالفه؟ المشكله في نور في الدور الثالث قاعد يدور، قاعد يفتش بين الغرف. قلت لا شكلهم بخير قاعدين يدورون، بما ان في نور من بيمسك النور؟ يعني الجني بيجي ويمسك النور؟ ما اتوقع. يقول قعدت انتظر في السياره وصرت اتفائل خير انهم هم راح يطلعون الان ويفكوني من وجع البطن ذا اللي وترني بشكل كبير وما خلاني ارتاح. يقول وانتظرهم والكبس في الدور الثالث يدور له ما يقارب نص ساعه او ساعه. يقول قلت لحد الان يستكشفون، الموقف مخيف، في شخص في الدور الثالث قاعد يشر بالنور. ويقول لي سامر اختفى. يقول صار يراودني الشيطان انه صار لهم شيء وانه قاعد ياشر بالكبس كذا عشان انا انتبه واجي. وعبد الرحمن يقول انا مستحيل ادخل لانهم هم قالوا لي يقعد في السياره وهو خايف اصلا انه يدخل ذا المكان. يقول لكن حطيت وقت في راسي، لو ما طلع خلال الساعتين القادمه لازم اجيب شخص يدخل معي ينطلع، ولكن بدون اهله ما يدرون وبدون الشرطه ما تدري وبدون اي جهه امنيه ما تدري. لان في النهايه من داخل مكان انت غير مرخص. انتظر، مرت الساعه الاولى، مرت الساعه الثانيه، الساعه الثالثه، النور اللي فوق بدا يطفى فجأة صار يذبل النور نفسه. يقول عبد الرحمن هنا انا خفت، ياسر جوا القصر ومعاه سامر ولا ادري وينهم وش صاير لهم وليه قاعد يدور في الدور الثالث. يقول صار يجيني فلاش باك لعم محمود البنت وانا ما اعرف السالفه زين، قاعد احاول اربط شو الموضوع وش صاير. عبد الرحمن متلزق معهم ويبغى الان يتصرف عشان يطلع اخوياه من هذا الموقف. راح دار 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 يدور شخص في الحاره يقول له تعال ساعدني. يقول بحثت 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 ما لقيت احد، حرفيا اخوياي جوا القصر وقلبي يوجعني. قلت لا يكون صار لهم شيء وان شاء الله ان امورهم زينه، وكل شوي ادعي يا رب ان اخوياي بخير، يا رب ان اخوياي بخير، يا رب ياسر وسامر يرجعون بالسلامه، يا رب سامر وياسر يرجعون بالسلامه. يقول قعدت ادور ادور ادور. يقول جاء في بالي الباكستاني الكبير ذاك اللي عمره 70 واللي يشتغل في البقاله، كان يقول ياسر انه يعرف للقصر وكان يشتغل فيه. قلت مالي الا اناديه. يقول رحت كلمته قلت له السلام عليكم كيف حالك طيب؟ يقول كان طيب مره، وكان جنبه ولده، ولده يقول عمره في 38 37، يقول ولكن اكبر مننا بعمر كبير. يقول قلت له ان السالفه كذا 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 وان ياسر دخل القصر. يقول ما قلت له القصر الا وجه الباكستاني هذا يتغير. قال دخل القصر؟ قال لي. قال من اللي خلاه يدخل؟ مين اللي سمح له انه يدخل؟ هذا القصر فيه جن وهذا وهذا. يقول الولد حق الباكستاني قال لهم لا تخافون الموضوع ان شاء الله تمام، وين فيه هو؟ الباكستاني هذا الكبير قام يقول له ولده ما تروح، راح الان بلغ الشرطه انهم هم دخلوا القصر. قال لهم عبد الرحمن انا خايف ان الشرطه تدري. قال لازم تبلغ، اي شيء يصير لك لازم تبلغ، هم اللي راح يحلوا الموضوع. عبد الرحمن قال لا ما تبلغون، ابغاك انت تروح معي نطلع. قال انا بروح ولكن ما راح ادخل جوا، واذا شفت الموضوع مو كويس ترى انا بروح بنفسي وبلغ الشرطه. قال له خلاص تمام. يقول اول ما ركب الباكستاني السياره هو ولده يقول ودق سلف واروح القصر واقرب لما القصر وينزلون. يقول ولده كان متعافي مره وينط من فوق جداره وينزل، يصير يبحث 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 الا يحصل واحد طايح في الدور الثالث. من هو؟ من الشخص اللي طايح وسالفته، وهو ما يدري من اللي طايح، هو ياسر، هو سامر، هو جني، هو شخص ما يدري. خذاه الباكستاني شاله ونزله من الدور الثالث الدور الثاني الدور الاول ويطلع ويطلع ويشوف عبد الرحمن الا الشخص اللي كان طايح في الدور الثالث اللي هو ياسر. سامر وينه؟ سالفته صار له ليه اختفى وكذا؟ ليه فصل الجهاز؟ يقول انا والله ما همني لا الجهاز ولا اخوي. يقول نطير على طول المستشفى ويعالجون ياسر، يشبكوا فيه المغذي ويحطون فيه عيونه شاحبه ووجهه يابس ناشف. الدكتور جاء فحصه وشخصه، قال له انه الشخص هذا تعرض لجهد عالي مره، بسبب الجهد هذا انغمى عليه. شو السالفه؟ لا يكون يوم كان يركض. اي والله لا يكون، لا يكون في شيء. قال ما الدكتور هل هو بيرجع حي؟ قال ايه الان ان شاء الله بيقوم، بس نشبك فيه المغذيات ان شاء الله اموره زينه. يقول يشبكون فيه المغذيات الا ويقوم ياسر ويصحى. اول ما صحى قال وين سامر؟ مباشرة قال وين سامر؟ كم مر علينا؟ طبعا اللي مر عليهم يا جماعة الخير يقارب 5 ساعات او 5 ساعات ونص. قال
لأن حنا مرينا 5 ساعات و5 ساعات ونص. قال ياسر روحوا وبلغوا الشرطة إن سامر مفقود، أنتوا ما حصلتوه تحت عند الباب؟ قال عبد الرحمن لا، قال راح الآن بلغ الشرطة إن سامر مفقود وما هو موجود في نفس هذا المكان. قال أنا خايف ما أدري إيش. قال أقول لك راح بلغ، تفهم ولا ما تفهم؟ شوي للدكتور يسمع كلام ذا، قال إيش السالفة؟ قال إن في واحد مفقود في القصر. قال الشرطة هنا لها مكتب نفس المستشفى هذا الحكومي، له مكتب شرطة، ويجي العسكريين مباشرة. إيش السالفة؟ السالفة كذا كذا كذا، وإن دخلنا القصر وسامر اختفى من قدامي وما عاد لقيته نهائيا. قال آخر علمك فيه وأنا فيه؟ قال آخر علمي فيه كان في الدور الثاني راقل الدور الثالث. يقول الشرطة على طول تبلغ، يروحون للقصر هذا. يقول عبد الرحمن سألت على طول مباشرة ياسر، ياسر صار وليه؟ إيش حصل لك؟ خلهم يروحون لموجودين. بقول لك شيء والله صدمني. قال إيش السالفة؟ في شيء للدرجة يا ياسر؟ قال بعلمك بس خلي يروحون. قل راحوا الدكاترة كذا بعد 10-15 دقيقة وهدت حالتي. يقول قمت وفكيت المغذي وكنت ماسك الأكسجين، قاعد أسولف مع عبد الرحمن. قلت عبد الرحمن متخيل إني قاعد أدور المخرج ماني لاقيه، أبغى أطلع من المكان اللي أنا فيه ماني لاقيه، أبغى أعرف الباب اللي أنا كنت منه ماني لاقيه. يقول نفس سالفة العم محمود يوم دخل القصر وغيب عقله، صار ما عاد يشوف ولا شيء. يقول صرت أدور في مكاني أدور المخرج، أحسب إني في الدور الأول أصير في الدور الثالث، أحسب إني في الدور الثالث أصير في الدور الأول. يقول في الأخير لقيتوني طايح في الدور الثالث. يقول ما قدرت أثبت مكاني، هذه حركة من حركات الجن عشان يضيعونك. يقول صرت أنزل مع الدرج وأرقى وأنا ما أدري. يقول رقيت ونزلت حوالي 16 درج لدرجة توقعت هذا القصر فيه 70 دور. قلت له طيب وسامر؟ قال سامر كان قدامي وصرت ألحقه وفجأة اختفى، فاعتقدت إنه برا. يقول أنا يوم كنت ألحقه طاح الجهاز مني وانفكت بطاريته، يوم جيت أركبه عليه يشتغل. يقول فاعتقدت اعتقاد إن سامر موجود تحت ينتظرني ولكن أنا المضيع. يقول درت ركضت دورت في كل مكان ما لقيت شيء. قال له عبد الرحمن صدق يا ياسر إني قاعد أشوفك في الدور الثالث قاعد يدور النور، شكلك قاعد تبحث. يقول دخلت الغرفة حوالي 20 مرة. إيش في ذا داخل الغرفة حوالي 20 مرة؟ قال زين ما سويت إنك تصرفت بهذه السرعة ورحت وجبت ناس يطلعونا، وليتك مبلغ الشرطة من بدري. يقول الآن نبغى نطلع نروح نبحث عن سامر. يقول قلت أنا فكيت المغذي وفكيت كل شيء وقلت ما الدكتور أبغى أطلع. يقول رفض الدكتور، يقول لازم يجي واحد له صلة قرابة عندك يوقع توقيع إخلاء مسؤولية إنك تطلع. قال يا ابن الحلال أنا ما فيني شيء ومعاي هذا خوي عبد الرحمن خليه يوقع. قال لا لازم واحد لك صلة قرابة فيه ويتصل على نسيبة. قال أبغى أختي تيجي توقع إنها تطلعني من المستشفى ولا حد يدري وهلي لا يدرون وما أدري إيش. المهم جت أختها وقعت لتوقيع إنها تتحمل مسؤولية وما أدري إيش إنه هو يطلع من المستشفى، وطلع من المستشفى وراح لوين؟ راح للقصر مباشرة يبحث عن خويه سامر. أول ما وصل القصر حصل الشرطة مطوقة المكان والدفاع المدني وكل الناس موجودين هناك يبحثون يبحثون يبحثون، ما حصلوا له أي أثر، واستمر على اختفاء ما يقارب 7 ساعات. يقول ياسر أنا ما ذاك اليوم ماني مرتاح، صرت أبحث في كل مكان، رحت أبحث ورا القصر وين اختفى، شقت الأرض وبلعته. قلت شافي راسي لا يكون سحبوه وحطوه جوا البير، والله لا يكون. قلت رحت قلت ميد الشرطي نفسه، قلت لا يكون حطوه جوا البير ذا. قال لا ما أتوقع. قال تأكدوا. يروحون يسحبون ينظرون جوا البير، ما في أحد نهائيا ما في أحد، ويدخلون كاميرا لنفس البير برضه ما في شيء جوا. طبعا ياسر يقول الأصوات اللي كنت أبحث عنها وأسمعها يقول اختفت، ما عاد صرت أسمع شيء. يقول صاروا يبحثون لمدة 3 ساعات ما حصلوا سامر، ومر ذاك الليل وهو أرعب ليل قد مر علي، فقد خويي صارت لي روعة داخل هذا القصر وأنا اللي جايبه، صرت أتحمل المسؤولية ذي كامل. يقول قالوا لي لازم ترجع لبيتك الآن تريح، بنعلن إن في حالة إن في شخص مفقود، ممكن الولد راح البيت، ممكن ما حصل وسائل التواصل يتواصل معك فيها، ممكن وممكن وممكن وممكن. قال ياسري والله ممكن. قال بدأ عبدالحام شينا خلاص زين، صار يبحث عنه في الشوارع والطرق اللي تودي لبيته. يقول ما لقيت أحد. قل رحت وصلت لين باب بيته وطق الباب ويطلع لي أخو سامر. قلت له مرحبا سامر موجود؟ قال لا سامر باقي ما بعد جاء، طالع مع اخويا وان شاء الله بيجي. ليه؟ قال لا بس كنت ابغى اسال. قال من انت؟ قال انا خويه بس ابغى منه شغله، ولكن اذا جاء ان شاء الله برجع لك يعني، مع السلامه. قال له زين. يقول ياسر ذيك الليله اوسخ ليله مرت علي في حياتي، قاعد احس بتانيب ضمير هنا حرفيا المسؤوليه لما تلقي بخويك الى مكان المكان هذا يسبب له مشكله، هذه حرفيا من اوسخ الاشياء اللي تصير في حياه اي ابن ادم، وانا اراها ان هذا الشيء بالنسبه لي يخوفني اكثر من الموت، اني اجيب خوي أو أجيب شخص أنا مسؤول عنه بعدها تصير له مشكلة أو يصير له سالفة أو يتعب والسبب هذا يكون مني أنا، بأحس بتأنيب ضمير عالي. شلون بياسر يوم ودى خويه لهذا القصر وصار يتحدى الجن في مكان موله حرفيا. ياسر شاف أن الموضوع فيه جن، قال لازم أكلم نسيبي لأنه هو رجل دين، والرجل الدين هو الشخص الوحيد اللي ما يخاف نهائيا من الأمور هذه. كل إنسان عنده خوف وفي خوف طبيعي، ولكن رجل الدين يعرف للمواضيع هذه كيف. راح وكلمه وقال له السالفة، قال نصار لي
كذا 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 كذا، بس أمنتك بالله أختي ما تدري وبيتنا ما يدري نهائيا. قال أيوة وش صار؟ وين سامر؟ قال سامر شكلهم ضيعوا فيه مثل ما ضيعوا فيني. إلا شوي ناظر نسيبه يناظر في ياسر زين، قال ياسر وش الكدمات هذه اللي في رقبتك واللي في وجهك؟ ويناظر يده فيها كدمات وفيها ضربات. قال في حد طاقك؟ قال لا. قال اسمع أنت يا ياسر ترى أصابك مس، السالفة صاير لازم نقرأ عليك. لا أنا ماني مريض وأنا والله إني كويس وما صابني مس. قال أقول لازم نقرأ عليك، لازم نقرأ عليك. وياخذ ذا الشيخ جزاه الله خير ويوديه عند مشايخه يقرون عليه. صاروا يقرون عليه ويعالج عندهم. استمر أول 3-4 أيام وسامر لحد الآن ترى مفقود. صار يقرأ يقرأ يقول والله إني تحسنت تحسن كبير. يقول فرق عن أول، يقول أول أحس بكسل وخمول وخوف ورعب وأحس إني مشتت وأحس فيني شيء غريب. يقول صاروا يقرون علي. يوم شفت إني تحسنت قلت ما أدري نسيبي تكفى في واحد اسمه العم محمود أبغاك برضو تقرأ عليه. قال إن شاء الله لين حصل سامر إن شاء الله والأمور زينة. يقول ياسر اليوم السادس إلا يطق باب البيت طق 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 من عند الباب افتح أنا عبد الرحمن أبغاك كلام. شو السالفة عبد الرحمن صاير؟ اطلع اطلع أنا أبغاك. يطلع يمسكه ويمشي وياه. كيف حالك يا ياسر طيب؟ قال له كيف حالك طيب أمورك زينة؟ قال لي قال اسمع ياسر بقول لك كلام واتمنى انك تتقبله. وش وقل لي في شيء صاير؟ قال اسمع ممكن اقول لك خبر هذا من أسوأ الاخبار اللي راح يمر عليك، ولكن ترى الموضوع قضاء وقدر وهذه الدنيا حرفيا. شو السالفه وش صاير؟ قال لي سامر في شيء. قال سامر حصلوه ميت. وين؟ قال في مكان يبعد على القصر ما يقارب 2 كيلو حصلوه طايح على الارض وميت من العطش والجوع. وياسر وينحب وينفقع صياح ويقعد يصيح على خويه صياح غير طبيعي. انا وش سويت؟ يا ليت ما سويت كذا. وصار يندم على كل شيء صار وصار يحمل نفس المسؤولية انه سبب موت سامر. قال انت متأكد من الكلام اللي قاعد تقوله؟ قال والله العظيم. قال من اللي قال لك؟ قال تبي تتأكد؟ تعال وديك بيتهم. قال يعني صدق؟ قال اقسم بالله اني اتكلم معك جد. الولد مات. يروح لبيتهم ويروح لبيت سامر يحصل انه صدق سامر توفى، يحصل باب بيتهم مفتوح والناس تدخل تسلم وتعزي. هنا ياسر تاب توبة انه ما عاد يلقي نفسه الى حرفية الاماكن هذه وخاف خوف غير طبيعي. يقول صار يراودني الخوف وتأنيب بالضمير، صرت هوجس في سامر وأحلم فيه بشكل كبير. يقول مرت الأيام بعد مرور 4 أو 5 شهور قررت أني أزور العم محمود. طبعا ذيك الأيام كانت من أسوأ الأيام بالنسبة لي، أني فقدت واحد من أخوياي وأعز أخوياي. المهم ياسر يوم زار العم محمود، سلام عليكم كيف حالك يا عم محمود إن شاء الله أمورك زينة. قال العم محمود والله أبشرك بخير وأبشرك أني أنا صرت أتعالج وأقرأ عند شيخ. قال الحمد لله يعني أمورك زينة؟ قال لي الحمد لله أمورك زينة، ولكن يا ياسر عندي لك موضوع. تدري أني حصلت أصحاب القصر وعرفت منهم؟ قال له ياسر وينهم؟ وين ساكنين ذولي؟ قال انا اعرف مكانهم واعرف البيت اللي ساكنين فيه، تبغى نروح لهم في اقرب وقت ابد ما عندك مشكله. قال له ياسر لو تبغى الان نروح ما عندك مشكله. المهم خذوا بعض وراحوا لاصحاب القصر، طقوا الباب عليهم طق 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 سلام عليكم. اللي يرد عليهم الحارس عليكم السلام، نبغى صاحب القصر هل هو موجود او لا؟ قال ايه موجود ولكن اعطوني كذا ابو نص ساعه واجيكم. قال ابد ما عندك مشكله احنا ننتظرك. وقعدوا عند الباب ينتظرونه لين جاء. اول ما شافوه السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك يا عم امورك زين؟ الحمد لله ابشركم اموري زينه، وش عندكم؟ قال احنا بنسال عن القصر اللي موجود في القريه القديمه، هل هو لكم او لا؟ قال ايه لنا ولكن تفضلوا جوا خلنا نسولف ونتكلم في هذا الموضوع بشكل خاص شوي. اخذهم هذا الشخص التاجر اللي باين من بيته الكبير مره ودخلهم جوا في مجلس صغير، المجلس هذا زي الملحق. المهم سالوه سؤال، قال هل القصر هذا لك؟ القصر اللي في المنطقه الفلانيه ذي؟ قال اي نعم لي. قال يا اخي وش وضعه وش صاير فيه؟ قال ابد ما في شيء، ليه وش صاير؟ ويقول له ياسر القصه، يسرد له القصه من البدايه للنهاية. طبعا قال له ياسر قصة الخرافة اللي كانت تنقال عن هذا القصر، وان في بنت لهم وان البنت كذا وصارت هدنة مع الجن وتركوا هذا القصر وخلوه، تركوا هذا القصر حتى بسياراته. قال الرجال الياسر رد صادم، قال لا كلام هذا كله كذب في كذب، من قال لك ذا الكلام؟ قال انه والله سمعنا هذا الكلام ولكن ما ادري هل هو صدق او كذب. قال لا كذب ولا فيه جن ولا فيه اي شيء. قال طيب انا صار لي فيه موقف قبل فترة والعم محمود برضه كذلك، كيف تقول ان هذا الموضوع كذب؟ قال لا يمكن اللي صار لكم توهم او ناس كانوا يستهبلون عليكم او كلامكم في شكه. المهم ياسر العم محمود ما عجبهم الكلام ذا، يقول ياسر وانا طالع الا حصلت فيه شخص اكبر من الشخص اللي جوا واسمع العيال يقولون له يا عم يا عم، فيقنت ان هذا الشخص عمهم. اول ما شافنا استنكرنا، قال من انتم؟ وش جابكم هنا؟ قال والله احنا جايين عشان كذا 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 كذا. اول ما سمع سالفه القصر قال تعال شوي وش اسمك انت؟ قال له ياسر. قال تعال شوي يا ياسر، ويمسك ياسر مع يده ويطلعون لين برا. طبعا العم محمود وراه. قال له وش السالفه وش حاصل؟ قال انا والله صار لي موقف فلاني زي كذا وشفت القصر مهجور ودخلته ودخلت جوا. قال له اسمع ياسر لو تسأل كل اللي في القصر راح يقولوا لك السالفة هذه كذب، ولكن خذها مني السالفة هذه حقيقية والقصر هذا تركناه للجن. ياسر قال له ان في خويي مات وفي ناس
الناس بهذلوه جوا انشد مع الموضوع هذا. قالوا ايش رايكم اروح معكم واشوف القصر بنفسي، انا اخر مره شفته ومريت لما قبل 28 او 29 سنه. قالوا لا ابد حياك الله، وياخذون هذا الشخص وهو العم محمود ويتجهون للقصر القديم. الان هذا الشخص من اصحاب القصر، يعني يعرف القصر هذا ومفصله تفصيل، يعرف كل زاويه وكل مكان فيه. يقول وصلنا وجينا عند البوابه، البوابه كبيره كذا، رفع المزلاج والمزلاج كان ثقيل وقال دف البوابه بالسياره. يقول كان معي ديدسون ودف البوابه بالسياره لين انفتحت. وطبعا الوقت هذا كان الليل على الساعه 11. يقول قبل ما ننزل قال عندي لكم طلبات بسيطه، بس سموا بالله، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، اذا رحتوا الاماكن خاليه لازم تسمون بالله وتقرون معوذاتكم. ويعلمهم المعوذات، انك تقرا قل والله واحد 3 مرات، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، وقل اعوذ برب الفلق 3 مرات، تقرا الكرسي. المهم علمهم المعوذات اللي تحميهم من المس والشيطان. يقول ياسر والله قعدنا نقراها وان صدق كنا ناسين اذكارنا. يقول ياسر كان الوقت الساعه 11 او 11 ونص، قام العم هذا وقف عند البوابه وفتح البوابه حقت القصر الداخلي وقال السلام عليكم وسمى بالله بسم الله الرحمن الرحيم، ورقى وقعد يرقى قاعد يقرا قران ويردد ايات قرانيه، قل اعوذ برب الفلق وسوره الحمد. المهم قاعد يردد القران في هذا القصر. يقول ياسر والله العظيم ما سمعت ولا اي صوت، كان ما في احد في القصر بدون ازعاج، القصر خالي ما في احد ابد. يقول ويرقى لين الدور الثالث، وكل ما نرقى يسمي بالله ويذكر الله، كان ترديد اسم الله على لسانه بشكل كبير. يقول ويرقى لين الدور الثالث، وطبعا كان معنا النور، ويأشر على النور وحصل الجهاز القديم حق عبد الرحمن اللي اعطاني اياه واخذه وحطه في جيبي. يقول قعد الرجال هذا يفتش في القصر، وحصل في القصر هذا في نفس الشقوق داخل الجدران، والشقوق هذه في اشياء جواها. واول ما شاف كذا الا يتعوذ من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسحبها كذا ويسحب بعض الاشياء وياخذها من الجدار. قال خلاص مشينا طلعنا من القصر، وش السالفه وش في يدك؟ قال اطلعوا من القصر واعلمكم. وينزلون لين تحت ويطلعون ويشغلوا النور ويوريهم. يقول ياسر شفت صوره بنت وعيونها محفره ومحطوط عليها بعض الاشياء وملفوفه. يقول ولكن البنت هذه انا اعرفها، معروفه عندنا في الحاره. يقول قلت مد الرجال هذا البنت هذه والله اني اعرفها، هذه اسمها مجنونه القريه. اللي ناظر فيني الشخص ذا قال لي متاكد انك تعرفها؟ قلت اقسم بالله العظيم اعرفها. قال هذه اعرفها، بنت مجنونه عندنا في الحاره، ودائما يقولونها يا المجنونه يا المجنونه وتسوي تصرفات غريبه. قال هذه البنت مسحوره وهذا سحرها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسر استانس، عرف انه راح ينفك هذا السحر، ولكن ليه هذه البنت سحرت؟ يقول قلت مد عم محمود ودني البيت. قال الرجال خل نفك السحر، قلت قبل ما تفكه ابغى اروح البيت اتاكد من سالفه قديمه قد سمعتها. يقول رحت البيت وبحثت عن عمتي داخل البيت لان هي اللي قالت لي هذه السالفه. يقول ياسر في يوم من الايام كنت اتهزف هذه البنت واقول لها يا المجنونه وترجمنا هي بالحصى، ومره احنا نرجمها وتسوي حركات وتتكلم تكلم غريب. ولكن في يوم من الايام عمتي قالت لي سالفه، قالت شفت البنت؟ قالت هذه البنت عندها ولد وكانت متزوجه شخص اغنى رجال هذه القريه. يقول كانت السالفه تزوجت ذا البنت وجابت من هذا الرجال ولد، واستمرت حياتهم ما يقارب 7 أو 6 سنوات، والبنت ترى عمرها الان في 28 29. يقول في يوم من الايام زوجها طلقها، والبنت صارت فيها حاله غريبه، صارت تسوي حركات وتتكلم مع ناس مو موجودين. المهم البنت تغيرت 180 درجه، كانت مرتاحه في بيتها. يقول ان عمتي قد قالت لي ان هذه البنت اتوقع مسحوره ما هي مجنونه. يقول فعشان كذا انا رحت لعمتي قلت يا عمه حصلت سحر للبنت المجنونه اللي موجوده في القريه، وان السالفه كذا 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 كذا، وراح نفك السحر اليوم. العمه ما صدقت، راحت على طول لام هذه البنت وقالت لها السالفه، وتعوذت من الشيطان وخافوا بشكل كبير، وضوع جديد عليهم من الشخص هذا الدنيء النفس اللي راح يسحر هذه البنت عشان يخرب بيتها. طبعا جماعه الخير اتصل الولد هذا على نسيبه، السلام عليكم ابو فلان حياك الله، ابغاك ضروري الموضوع فيه سحر، لازم نفك هذا السحر، والسحر له طريقه انهم ينفثون فيه ويشيلون الاشياء اللي عليه. يقول وجاء نسيبي وشاف السحر ذا وقال اي نعم هذا سحر، والبنت هذه تلبسها جني وفيها اشياء كثيره. يقول جاب كذا نفس السطل وصار يقرا ويفك الاشياء اللي فيه ويفك حبه حبه. يقول البنت في الغرفه الثانيه نسمعها تصايح وتزعق بصوت عالي وتقول كلمات غريبه وخلوني. يقول المهم فك السحر فك السحر، الا في شخص داخل البنت صار يتكلم وصوت مختلف ما هو صوت بنت، وصار رجل اخت ياسر قاعد يساله قال من اللي خلاك تدخل فيها ومن سوى هذا العمل؟ يقول في البدايه كان رافض يعلمني ويقول لي وش السالفه. يقول انا خفت من المنظر، منظر مخيف، اول مره اشوف نفس كذا. يقول في البدايه انا كنت اصلا اكذب السوالف ذي، ولكن الان تاكدت انها موجوده. يقول خفت من المنظر بشكل كبير. يقول نسيبي صار يفك هذا السحر لين خلص منه والجني بيطلع. قال لهم السالفه، قال لهم اللي سوى العمل هذا الزوجه الثانيه اللي تزوجها الرجال نفسه اللي كان زوجها. يقول هي اللي سوت له العمل واستعانت بشخص موجود هنا في القريه، وهو اللي ربط هذا العمل وحطوه داخل القصر. المهم طلع
هذا منها. بسم الله الرحمن الرحيم طلع منها. يقول البنت أول ما صحت كأنها كانت في غيبوبة، أنا وين؟ أنا مين؟ صارت تتكلم بأسلوب عادي، ولكن ما تدري عن السنوات اللي راحت عليها، ولا تدري وش صار لها بسبب هذا السحر. ولكن الأفضل أنهم اكتشفوا من اللي ساحرها الآن وعرفوا وش السالفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قام نسيب ياسر بحث عن الرجال هذا اللي كان زوجها القديم، واتصل عليه وناداه قال له تعال انا ابغاك. والرجال هذا كان غني مره، قال له كيف حالك؟ طيب الحمد لله. قال الحمد لله بخير، وش السالفه؟ قال السالفه ما فيها، الله يسلمك، مرتك القديمه كانت مسحوره. قال له يا رجال اتركنا من ذا السوالف، اللي كانت تبغى تتطلق ولا تبيني ولا تداني تشوفني. قال اسمع خلني اقول لك العلم. قال قل لي وش السالفه؟ قال انت زوجتك اسمها كذا كذا كذا. انصدم الرجال، تعرف زوجتي؟ قال الله يسعدك، الجن اللي طلعناه من هذه البنت اعترف بكل شيء، وزوجتك استعانت بشخص موجود هنا في القرية، وكلهم راح يتحاسبون ويتحاكمون، وسحروا هذه البنت عشان تتطلق منك، عشان تطلقها تتزوج البنت الثانية. ما صدق الرجال، قال والله العظيم إني على ما أقول شهيد، هذا الكلام اللي قاعد أقوله لك ترى يشهدون عليه كل الناس الموجودين هنا. من علمكم؟ قال الشخص اللي كان متلبس زوجتك واللي قالنا كل شيء. وراح هذا الرجال وطلق زوجته الثانية ورجع الزوجة هذه وعادوا مثل أول. ولكن الغريب إنها مرت 6 سنوات أو 7 سنوات وهي مسحورة، ما أدري هل صدق ما تحس بأي شيء في السنوات هذه. وسبحان الله كأن ياسر مرسول من ربي عشان ينبش وراء هذا السحر، يعني لو ياسر ما دخل هذا القصر حرفيا البنت هذه ما انفك سحرها. القصة شوي غريبة ومخيفة نوعا ما ومعقدة بشكل كبير، ولكن اللي خذناه من هذه القصة أن الأماكن المهجورة بسم الله الرحمن الرحيم لازم تقرأ فيها أذكارك وتسمي بالله ولا تستهتر بالعالم الثاني.